اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في تقرير جديد من اكويتي جلوبال ماركتس معكم رائد الخضر. نتحدث في تقرير اليوم عن انطلاق اجتماع الفدرالي الامريكي الذي سيستمر ليومين، يوم غد سوف يكون يوم اعلان اسعار الفائده وقرار السياسة النقدية طبعا في هذه الأثناء الدولار الأمريكي نوعا ما يكتسب بعض المك... الارتفاعات قبيل إعلانات أسعار الفائدة وقرار السياسة النقدية بنتيجة هذا الزخم بعد التراجع في الفترة الماضية بشكل واضح يعود الدولار الأمريكي إلى الارتفاعات يعطي ذلك نوع من الشعور أن الفيدرال الأمريكي سوف يقدم على الأقل على تحديد موعد رفع سعر الفائدة هذا العام في شهر ديسمبر إذا لم تكن المفاجأة برفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر طبعا نسلط الضوء على البيانات الإيجابية التي صدرت أخيرا من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتضخم وهذا يخفف بعض الشيء من عبء على الفيدرالي بأن يبقي على السياسة التحفيزية أو السياسة التيسيرية لفترة أطول من خلال تبطيء عملية رفع أسعار الفائدة النقطة التالية هي الجنيه الاسترليني الذي يستمر بالارتفاعات بناء على خطاب كارني وبناء على التصريحات الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بالاتجاه الصاعد وبالتالي الآن الجنيه الاسترليني يتوقف بعض الشيء عن الارتفاعات أمام الدولار الأمريكي على وجه التحديد لأنه ننتظر قرار أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي ولكن السيناريو مفتوح لا يزال أمام إمكانية ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي نحو مستويات قد تصل في بعض تحليلات البنوك رفعوا توقعات هذا الزوج إلى الواحد فاصلة أربعين ولكن هذه تحليلات متفائلة بشكل كبير لأنها يعني يجب أن يكون هناك ضعف في الدولار الأمريكي وهذا الضعف هناك حالة وحيدة فقط التي قد تسببه في الوقت الراهن وهي السياسة النقدية يعني التخوفات بشأن الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تأخير عملية رفع أسعار الفائدة طبعا هذا الجزء الأساسي كان لدينا بيانات صدرت من أوروبا متمثلة بقراءة زيو مؤشر زيو الألماني جاء بقراءات إيجابية لكن هذه هي أبرز الأحداث التي أخذت مكانها خلال التعاملات اليوم التوترات الجيوسياسية لا تزال تفرض نفسها ولكن أداء الدولار الأمريكي القوي ضغط على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط الآن سوف ننتقل إلى جولة حول المنتجات الأبرز والأكثر تحركا خلال تعاملات اليوم لنرى ما هي الاتجاهات المقبلة نبدا مع اول زوج لدينا وهو زوج اليورو دولار امريكي حاليا هذا الزوج ارتد من مستويات المقاومه التي نراها امامنا تقريبا واللي بتوافق تقريبا لمستويات 1.20 من المتوقع ان يبقى ضمن هذه الوج او الرايزنج ويدج اللي عم نشوفها امامنا حاليا التي تضغط بالاتجاه الصاعد نلاحظ عندنا خط اتجاه صاعد يضغط بشكل اكبر على مستويات المقاومه هذه بالتالي اداء الدولار الامريكي مرتبط بشكل كبير او يعني التغيرات التي قد تحدث على هذا الزوج على وجه التحديد مرتبطة بشكل كبير بقرار الفيدرالي الأمريكي ممكن أن تضيق التداول تدريجيا ولكن مع ذلك هذا تشارت ال1 اور اللي بنشوفه امامنا اختراق مستويات ال1. تقريبا اللي عم بنشوفها امامنا عند ال أه أه تسعين أه اختراق هذه المستويات أه بلا شك سوف يعطيني بوست او دعم بالاتجاه الصاعد وممكن يكون استهدافاتي هي الاقرب عند مستويات ال أربعين نتحدث عن 50 نقطه بالاتجاه الصاعد اذا ما تمكن من اختراق مستويات المقاومه اللي ذكرناها واللي هي عند ال 1.1990 من المتوقع بشكل كبير ان تمثل مستويات مقاومه مهمه ويرتد منها الزوج بالاتجاه الهابط وتضيق وفي عندنا كونسوليديشن عم بيكون حاليا وضيق وضيق تدريجي في تداولات هذا الزوج ننتظر انفجارة سعريه ممكن يكون عندنا اغلاق 1 اور فوق مستويات ال1.20 ممكن يعطيني الزخم الكافي بالاتجاه الصاعد ويكون ستوب لوس تبعي قريب نسبيا عند مستويات 19 90 تك بروفيت تبعي ممكن تكون بحوالي 50 او 60 نقطه هذا على المدى القصير الى المتوسط. ننتقل الى زوج اخر لدينا اليوم وهو او منتج اخر لدينا اليوم وهو الذهب. حقيقه الذهب مثل ما ذكرنا على الرغم من التوترات الجيوسياسيه الا ان قوه الدولار الامريكي قبيل رفع اسعار الفائده تعطيني هذا الزخم بالاتجاه الصاعد اللي نحن عم نشوفه على الذهب وامكانيه الارتفاع ضيقه جدا على الذهب. في الوقت الحالي ذكرنا قوة الدولار الأمريكي تضغط على الذهب بالاتجاه الهابط حقيقة هبوط أكبر نحو مستويات 1300 دولار للاونصه ممكن جدا خلال تعاملات اليوم ويوم غد لأنه قوة الدولار الأمريكي عم بتغطي عندي على كل التوترات التي تشكل أو تعطي الذهب صفة الملاذ الآمن في الوقت الحالي ولاحظنا أنه في عندنا تداول عرضي بالفترة الحالية بدليل أنه عندي قوة في الدولار الأمريكي وفي نفس الوقت عندي توترات جيوسية من الذي قد يفصل هذا الامر؟ ممكن يفصل عنا هذا آآ آآ الامر هو قرار الفدرالي في الوقت الحالي وبالتالي ذلك سوف يعني امكانيه الهبوط بشكل اكبر دون مستويات ال 1306 دولار للاونصه وممكن ان اكون اكثر آآ يعني خلينا نقول 1305 دولار للاونصه هي المستويات المفتاحيه لامكانيه الهبوط اكبر وهدفنا في الاتجاه الهابط هو عند 1292 دولار للاونصة وهذا يرتبط فقط بقوة في الدولار الامريكي اللي مؤشره حاليا هو عند مستويات تقريبا ال 91.80 واي اشارة لرفع قريب لاسعار الفائدة خلال هذا العام او تفاؤل من قبل الفدرال الامريكي هذا العام بامكانية رفع لاسعار الفائدة سوف يعطيني بوست سوف يعطيني زخم بالاتجاه الصاعد واستهدافاتي سوف تكون بالنسبه لمؤشر الدولار الامريكي عند 93 وهذا يعزز نظريه انخفاض الذهب الى مستويات 1292 دولار للاونصه كسيناريو اساسي موجود لدينا او الاكثر ترجيحا، طبعا لا تزال لدينا السيناريوهات البديله التي تفرض امكانيه ان يهبط ان يعود الذهب للارتفاع مع اختراقه مجددا لمستويات 1300 وتقريبا مستويات ال1314 دولار للأونصه ممكن تكون عندي فرصه بالاتجاه الصاعد هدفي الاول فيها يكون عند ال1320 دولار للأونصه والهدف الثاني وصوله الى مستويات ال1334 دولار للأونصه حقيقه هذه هي ابرز المستويات التي اردنا الاشاره اليها خلال تداولات اليوم اشكر لكم المتابعه واراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم